رغايف معمرين بايه؟ بالتفاح والقرفه والسكر. تعالوا بينا الاول فطيره عندنا عشان ما توهكوش، الفطيره حلوه جدا. رغايف معمرين بالتفاح، هنحتاج فيهم ايه؟ تفاح متقطع مربعات صغيره جدا، اصفر او احمر، اخضر لا عشان ما يمررش معانا، كمان عندي زبده، عندي سكر بني، عندي قرفه، وعندي رشه جوز الطيب ضروري جدا. يلا بينا اول حاجه نعملها نحط الزبده بتاعتنا اهو، ونقلب اهو، هقلب الزبده كده عشان ما تتحرقش معايا، واقوم عامله عليها ايه؟ السكر. وانا بقلب برضو بنفس الطريقه دي، خلينا نشيل دي هنا، ناخد بالنا عشان اللسعه بتاعته مش حلوه خالص، ضروري تاخدوا بالكم من الحته دي. هعمل ايه؟ هاخد القرفه بتاعتي ضروري جدا، وكمان هاخد رشه جوز الطيب ما نكترهاش قوي، وهحط التفاح عليهم يتعسل. دي الحشوة هتاخد لها 5 دقايق لـ7 دقايق الماكسيموم، هقلب تقليبة بسيطة يتعسل معايا التفاح بس، وهتبقى معايا حلوة جدا جدا جدا، تبقى حشوة ولا أروع بصراحة مع العجينة اللي احنا عاملينها بتاعت الرغايف، كتجي جديدة ورائعة بزاف بزاف بزاف. يلا بينا للحشوة التانية. وقبل ما اروح للحشوه الثانيه عايزه اقول لكم، الوش هندهنه ببيض وخل، وكمان هنرش عليه شويه سكر. هزين بايه؟ هزين بعسل ابيض وسكر باودر، وكمان عندي قرفه، ده بالنسبه للتزيين فطيره التفاح. هنيجي للرغايف معمرين بالمكسرات او بالفواكه المجففه، هنحتاج فيها عين جمل، عندي مشمش، عندي شريحه اللي هو التين الجاف او التين المجفف، ده بنعمل له احنا او بنقول له احنا شريحه. كمان عندي القراصية اللي هو البرقوق مقطعة صغور، عندي البلح التمر عادي جدا مقطعاه شايله له النوى مقطعاه، زبدة، كريمة، فانيليا، وقرصة ملح وسكر بني عشان يوازن معايا. نفس الفكرة اللي احنا عملناها هننزل هنا ايه؟ الزبدة اهو، وهفضل اقلب فيها ضروري جدا الزبدة لما نرميها عشان ما تتحرقش معانا، ان الزبدة من اهم الحاجات، لو حطيناها كده هتتحرق معانا، سبناها ما حركناهاش. هعمل ايه؟ هحط السكر بتاعي وهبتدي اقلب بالشكل ده. لو تلاحظوا هنا عشان الكمية التانية فيها سكر كتير انا حاطة نسبة الزبدة قليلة جدا، كمان عندي عين الجمل فيه نسبة دهن فما بحطش، او نسبة زيوت فيه بيطلع لي زيوت اول ما بيتفاعل مع السخونية، فما بعملش ايه؟ ما بحطلوش خالص زبدة كتير. هاخد البلح بتاعي بالشكل ده، وناخد يا زوزو الشريحة والقراصية اهو، الشريحة اللي هي التين الجاف، هرجع أكرر وأقول، هاخد الكريمة ما يعادل معلقة بس عشان أديها نكهة بس كده، وناخد الفانيليا وقرصة ملح عشان توازن معايا الطعم، أو عشان تعادل معايا الطعم بتاعي. طيب هقلبها بالشكل ده تقليبة، وهنعمل احنا ايه؟ نسيب السكر يسيح في المكونات بتاعتي بالطريقه دي، وهبتدي افرد وحشي بنفس الطريقه، اشكلها بالشكل اللي انا عايزاه او بالطريقه اللي انا عايزاها براحتي. هفرد العجينه بتاعتي بالشكل ده، وايه؟ ونستنى الحشوة بتاعتنا لحد ما تجهز. الحشوات بتاعتي زي ما انتوا شايفينها اهي قدامنا، بصوا التفاح بيبقى عامل ازاي بالشكل ده. اول ما يوصل للمرحلة دي اطفيه واخليه يهدى معايا شوية او خالص، مش شوية بصراحة، وبعد كده نعملها. ودي الحشوة بتاعت ايه؟ بتاعت الفواكه المجففة، رائعة جدا يا جماعة، تعملوها حتى لو عايزين تنزلوها بس على كيك، نزلوها على كيك هتبقى معاكم حلوة جدا. وطبعا بعد ما بتستوي معانا قبل ما نحشيها بنحط عليها عين الجمل. هنا انا حشيت 2 عين، دي التفاح ودي عين الجمل، حتى هتلاقوا الصوص بتاع التفاح نازل منها. هعمل لها شوية بيض وخل، ودي نفس الموضوع بيض وخل بس كده، نضربهم مع بعض نخفقهم كويس جدا ونحطهم. بتاعة التفاح باخد شوية سكر
وارشه عليها من فوق بالشكل ده.